لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن فعاليات مهرجان العالمين، وزي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم مهرجان متنوع في الكثير من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والغنائية، وطبعا بنتابع أكيد الحفلات اللي بتحصل على مدار الأيام اللي فاتت. من يومين انطلقت بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات من مدينة العالمين الجديدة في تاني موسم ليها. أكثر من 500 مشترك في هذه البطولة، هنعرف تفاصيل أكثر عن هذه البطولة من التقرير اللي جاي. احنا موجودين النهارده في العالمين موتور سبورت، هو تقريبا من اقوى الايفنتات الموجوده دلوقتي في مصر، بسبب ان هو مش نوع واحد بس من السباقات، هو تقريبا 6 انواع، جاي جميع انواع السباقات اللي تخص السيارات، والسنه دي زودوا الجيت سكي برضو في الموضوع. كل السباقات هي بتبقى فكره مين يخلص الاول باقل عدد مخالفات موجوده حسب السباق، يعني الاوبسكل بيعدي ان هو من غير ما يكون خبط فلاج من الفلاجات، السبيد الايماعي اللي موجوده، وان هو خلص الدراك صح، فهي عامه اغلبها لازم باسرع وقت ممكن وما يكونش فيه مخالفات، كل مخالفه بنالتي بتفرق في الوقت. دي ثالث مره تحصل في مصر، كان مره حصل في سهل حشيش، والسنه اللي فاتت في العالمين كان برضه حصل، بس المره دي السنه دي كان بشكل مكبر اكتر، كان في جيت سكيز، كان في وده بره العربيات، ودي حاجه جديده، الدريفت والدراج والرالي والفور باي فور تشالنج والسبيد، فخمس ست انواع من السباقات مختلفه، مفيده جدا للشباب، مفيده جدا انه بتبقى رساله للشباب ان هم بدل ما بيطلعوا الطاقه بتاعتهم ويجروا بالعربيات في الشوارع، بيبقى مهم جدا ان زي السباقات دي تتعمل على طول عشان بيخرجوا الطاقه بتاعتهم فيها. هو اول مره يتعمل في مصر، وبسم الله ما شاء الله، يعني التنظيم بتاعه ممتاز جدا، وربنا يسهلها في الباقي ويبقى الموضوع ده يبقى للاحسن. بنعمل تعديلات في العربيات، في الموتور بتاعها، في السسبنشن نفسه، عشان العربيه تبقى متماسكه على الارض، ونبقى مأمنين نفسنا برضو بطفايه حريق معانا في الطريق واحنا بنطلع في السباق ده، لازم نبقى لابسين الحزام الهاملت بتاعنا عشان الدنيا تبقى مظبوطه. والتعديلات بقى اللي بتخش في الموتور ده بتبقى حاجات كتير وبحر كبير قوي مفتوح، يعني بتوصل هورس باور عالي على قد ما بتقدر. مهرجان العالمين هايل، وشايفين انشطه كتيره شغاله حوالينا، من الناس اللي نازله في الباراسيلينج، نازله بالباراشوتات، الحاجات اللي على البحر، لكل انشطه تانيه، فهو لا شك ان هو الاحتفال عامه جميل. اللي انا شاركت فيها هي سباق السبيد، وده اتعمل امبارح، والحمد لله حققنا مركز اول فئه، وحققنا مركز اول كفرق، وفي نفس الوقت خامس اوفرول. الحمد لله ربنا كرمني وحققت مركز تاني على الكاتيجري بتاعي، كاتيجري 2500 سي سي، امبارح وربنا كرمنا بده. بنجهز العربيه بتاعتنا طبعا قبل السباق، بنعمل شويه تجهيزات لينا في العربيه، في السسبنشن، في الموتور، كميكانيكا، كعفشه، ككهرباء للعربيه. بنعمل سيرفيس بتاعنا طبعا قبل السباق على طول، وبنقدر نجهز الفيولينج سيستم بتاعنا، وبنجهز العربيه خالص بحيث ان احنا نحقق مركز، والحمد لله ربنا كرمني المره دي بمركز تاني باذن الله. الحمد لله احنا كفريق حققت انا مركز ثالث في كاتيجوري ال 3500 بلس خلفي. انا راكب عربيه بي ام اي شورت 6 على موتور 1 جي زي 2500 سي سي توين تيربو، هي السيت اب العفشه بتاعتها او السسبنشن بتاعها للدريفت، بس لان التراك امبارح كان مفتوح وكان فيه سبيدز عاليه، فاحنا استخدمنا العربيه دي عشان موتورها قوي. النهارده احنا مشاركين في دراك ريس، ده تاني سباق، امبارح كان في سباق سبيد والحمد لله شاركنا فيه. فريقنا مكون من خمس متسابقين، في من ضمنهم بنتين، والحمد لله احنا فكرتنا قايمه على الناس اللي نفسها تخش سباقات، بنعمل حاجه اسمها اكتشاف المواهب، نعمل لهم اختبارات وتدريبات عشان ناهلهم للسباقات، ويمكن ده اصعب حاجه، او يعني ناس كتير قوي نفسها تعرف تخش سباقات ازاي، متخيلين لازم عربيه معدله، متخيلين شكل معين، فكل ده احنا كسرناه. عندنا عربيات ستوك، في من ضمنها اوتوماتيك كمان، وما شاء الله بيخشوا في وسط عربيات معدله وبيكسبوا مراكز. حققنا اول امبارح بعربيه نيسان صني، اشرس صني في مصر، كابتن مينا الجميل، ومعانا الكابتن وفاء برضو حققت مركز تاني في فئه ار2 البنات، وانا الحمد لله حققت بيقين مركز اول في الفئه بتاعتي. فالفكره اللي احنا بنعمل حاجه للناس اللي نفسها تخش سباقات.